وإذا كان الشخص عليه دين ومجتمع عنده مال حال عليه الحول، فما الأحق به، أن يؤدي الزكاة أم يؤدي الدين قبل أداء الزكاة؟ الزكاة إنما تجب بالمال الذي لا يتعلق به دين، فلو كان عند الإنسان 1000 درهم 1000 ريال حال عليه الحول ولكنه مطالب ب900 ريال أو أكثر، فإن ما يقابل الدين يسقط من المال فيزكى ما يبقى منه، فإن بقي بعد تنزيل ما يقابل الدين إن بقي نصاب زكي النصاب، وإن لم يبقى سوى ما هو أقل من النصاب فلا زكاة فيه. الصحيح من كلام العلماء أن الدين الثابت في الذمة الحال الذي على المدين أن يبذله أنه يؤثر في الزكاة، ويستبعد من المال الزكوي ما يقابل ذلك الدين. هذا فيما يتعلق بالأموال التي هي عروض تجارة أو نقد منها. أما ما يتعلق ببهيمة الأنعام والمحاصيل الزراعية والثمار، فإن الزكاة متعلقة بعين الثمرة ومتعلق بعين بهيمة الأنعام التي تعيش على المرعى، فإذا كانت بلغت بهيمة الأنعام الحد الذي تجب فيه الزكاة فإن الدين لا يمنع وجوب تلك الزكاة، بل يجب أن تخرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم.